هنتكلم في الفيديو النهارده عن ازاي اقيس درجه حراره القطط. اللي قدام حضراتكم ده ترمومتر بشري قسنا بيه درجه حراره قطط وطلعت 40 درجه سيليزيه، فطبعا دي كارثه كبيره جدا. ازاي اقيس درجه حراره القطط؟ هتجيب ترمومتر، سواء كان ترمومتر زئبقي لو حضرتك كنت بتفهم فيه، او ترمومتر رقمي زي ده، وهتجيبه كده وتحطه في فتحه الشرج بتاعه القط وتستنى دقيقه كامله، وبعد كده تشوف القرايه وتعرفني. درجه الحراره الطبيعيه من 37.5 ل 38.5، وممكن توصل لحد 39 في درجات الحراره العاليه، فما نقلقش جدا في فصل الصيف ان هي توصل لحد 39. وعلشان نسهل دخول الترمومتر الزئبقي او الترمومتر الرقمي فتحه الشرج، ممكن نحط عليه نقطه زيت بسيطه وندخله بالراحه علشان ما نوجعش القط بتاعنا.